السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ينصر إخواننا وأهلنا في فلسطين الحبيبة، اللهم آمين يا رب العالمين. الله يبارك في الأصدقاء جميعا. كما تعودنا مع بداية كل شهر نتكلم على بعض النصائح اللي يقوم بيها النحال. إن شاء الله في الفيديو دوت هنتحدث على أهم الأعمال اللي يقوم بها النحال في مجال تربية النحل خلال شهر إبريل، شهر 4 لسنة 2024. نتمنى من الأصدقاء اللي بيتابع معانا يتابع بتركيز. لو في أي أمر مش واضح نتمنى الإشارة ليه في التعليق، وإن شاء الله يتم توضيح الأمر. نسأل الله يا رب التوفيق لينا وليكم، اللهم آمين. نتمنى طبعا من الأصدقاء اللي بتتابع معانا جديدة أو الأصدقاء الجدد يشترك معانا في القناة، لعل أي بث مباشر أو نصائح يكون متابع معانا باستمرار ويوصل له إشعار بإن إحنا نشرنا فيديو أو موجود بث مباشر. طيب، خلال الشهر اللي إحنا موجودين فيه الله يبارك في الجميع، شهر 4، إيه أهم الأمور اللي لابد يعني نخلي بالنا منها وننتبه ليها؟ أول عمل وأبدأ بيه تمام وهو التطريد. ليه أنا بدأت بأول عمل نقدر نقوم بيه وهو التطريد؟ لأن التطريد في الفترة اللي احنا موجودين فيها حاليا اللي هي شهر إبريل أو شهر 4 تمام، أو ممكن يكون في بعض المسميات أخرى للشهر دوت حسب البلد العربية، ولكن نسبة التكاثر بالنسبة لخلايا النحل أو التطور في التقسيمات ربما يكون نسبة كبيرة جدا أزيد من 90%، تمام؟ ولذلك أنا أنصح الأخ النحال لابد إن الفحص الدوري يكون على الأقل كل 6 أيام، تمام؟ كل 6 أيام لازم أفتح الخلية، تمام؟ وأفحص الخلية برواز برواز، يعني عند خلية تتكون من 8 براويز أشيل البرواز رقم 1 وأفحصه، واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة لحد ما أوصل إلى آخر برواز، تمام؟ لازم نفحص برواز برواز. طيب، الأمر الآخر، لقيت بيوت ملكية داخل الخلية. للأسف بعض الأصدقاء بيقع في الخطأ ده ولابد الإشارة ليه. لقيت بيوت ملكية في الخلية، أهدمها ولا أعمل فيها إيه؟ اولا لما انا اجي افحص خليه نقول مثلا 9 براويز او 10 براويز، لقيت الخليه ديت بانيه بيوت ملكيه هتطرد، اهدمها؟ لا، ليه؟ قبل ما افكر بهدم البيوت الملكيه ابتدي افحص الخليه اشوف فين الملكه. لازم اشوف فين الملكه. واحد من الاصدقاء اللي بيتابع معانا يقول لي طب ما انا ممكن اشوف البيض الحديث. لا، ما تعتمدش هنا في حالة التطريد، ما تعتمدش على وجود بيض حديث أو يرقات حديثة، لا، لازم أشوف الملكة بالعين المجردة. خلاص شفت الملكة، خلاص في الحالة ديت بقى أبتدي أهدم البيوت الملكية، تمام؟ إنما الخطأ اللي إحنا بنقع فيه بنهدم البيوت الملكية بالكامل ومن ثم نتفاجئ إن الخلية لا قدر الله كانت طردت من قبل واحنا ما كناش منتبهين، او ان الملكة النحل قتلها لا قدر الله واحنا كذلك مش منتبهين، دخلنا الخلية هنا في مشكلة كبيرة. ليه دخلنا الخلية في مشكلة كبيرة؟ خلية تتكون زي ما احنا قلنا من 8 9 براويز بقت بدون ملكة، وانا هدمت البيوت الملكية كلها، تمام؟ اصبح ان الخلية دي هتكون عرضة ومعرضة ان يحدث تكذيب داخل الخلية. اتمنى يعني ننتبه من الامور اللي انا اتحدث فيها دي، كل الامور اللي بتكلم فيها دي من واقع المنحل من شغلنا في مجال النحل، تمام؟ طيب، الامر الاخر واللي لابد الاشاره برضو ليه، الاصدقاء تقول لك عاوزين نتفادى التطريد. مفيش مشكله، في ايدينا نقدر نتفاداها. نعم، تتفاداها ازاي؟ لاما تعطي توسع، يعني ترفع عاسلات، طابق تاني طابق تالت، تمام؟ ده حل وبيقلل من نسبة التطريد إلى نسبة كبيرة جدا، تمام؟ الحل الآخر
ابتدي اخذ تقسيمه من الخليه 9 براويز، اخذ تقسيمه 3 براويز، اصبح ان انا قللت الكثافه النحليه، قللت مستوى الحضنه داخل الخليه، قللت نقدر نقول من رغبه النحل في التطريد. تمام، نتمنى ناخذ الكلام ده بعين الاعتبار للاصدقاء اللي بتتابع معانا. تمام. طيب، في بعض الاصدقاء يقول لك اخويا محمد انا عاوز استفيد من ملكات التطريد او من بيوت الملكيه التي تكون موجوده في التطريد بعمل تقسيمات، ايه رايك؟ طيب، بالنسبه للموضوع ده، لو الاخ النحال واثق ان الخليه اللي قامت ببناء بيوت ملكيه، تمام، طبعا بيوت ملكيه تطريد، خليه ممتازه والملكه بتاعتها ممتازه، ايه المانع؟ توكل على بركه الله، خذ البيوت الملكيه، حبيت تستفيد منها في تقسيمات، جميل جدا، حبيت تستفيد منها تنزلها في نويات، ممتاز جدا، حبيت تستفيد منها تغير بعض الملكات السيئه في منحلك، برضه ممتاز جدا. تمام، بس اهم حاجه ان الخليه اللي احنا ناخد منها البيوت الملكيه تكون خليه ممتازه مكتظه بالكثافه النحليه. ليه بقول الكلام ده؟ لان في خلايا للاسف سيئه بيكون القوام بتاعها 6 براويز وعاوزه تطرد، لا دي سيئه، ابعد عنها. تمام. طيب، موضوع التطريد ربما يكون يطول شرحه، حبيت ابتدي بيه لان ده اهم حاجه في المرحله اللي احنا فيها. صدقا والله على ما اقول شهيد، خليه لو في موسم عسل وخرج منها بعض الطرود، النحال هيخسر اولا كثافه نحليه، الامر الاخر هيخسر انتاجيه في موسم العسل بسبب قوه النحل اللي خرجت في التطريد. تمام. طيب، نبدا بالملف الثاني او الاشاره الثانيه، وهو عمل بعض التقسيمات خلال الشهر اللي احنا موجودين فيه، شهر ابريل، ونستغل الفتره ديت بعمل تقسيمات. ليه نستغل الوقت ده بعمل تقسيمات؟ اول حاجه وشرط اساسي، ما عملش تقسيمات الا لما يكون موسم العسل عندي لسه باقي عليه فتره، بمعنى الفتره اللي احنا موجودين فيها دلوقتي موسم الحمضيات او كما يطلق عليه موسم الموالح. تمام، ربما يكون الموسم ده في معظم البلدان. طيب، بالنسبه للموسم دوت، لو انا موجود داخل الموسم اعمل تقسيمات؟ لا لا. ليه؟ لاني انا عاوز اقوم بانتاجيه عسل. طيب، في البعض اصدقائنا مثلا في بعض البلدان زي العراق، زي مثلا سوريا، زي الاردن، موسم العسل عنده ممكن يكون لسه في بدايه الشهر الخامس او منتصف الشهر الخامس او بدايه الشهر السادس. هل الاخ النحال اللي عنده الموسم متاخر ده يقدر يستفيد بعمل تقسيمات دلوقتي؟ نعم، واشجعه واقول له توكل على بركة الله، استغل الوقت ده فعمل بعض التقسيمات. تمام، يفضل التقسيمة اللي انا هعملها لاما انزل ملكة عذراء او انزل بيت ملكي، ما اتركش التقسيمة تربي بيوت ملكية، وتكلمنا ربما يكون في الموضوع ده اكتر من مرة، استغلالا للوقت رقم واحد، رقم اتنين منع لحدوث تكذيب داخل التقسيمات. تمام، اخ المبتدئ اتمنى تركز معايا لان انا يهمني في المقام الاول المبتدئ. تمام، المحترف ما شاء الله احنا بنتعلم منه. طيب، فيه البعض من الاصدقاء دايما يسألني يقول لي اخويا محمد انا عاوز اعمل تقسيمة على برواز واحد فقط. تردد السؤال ده كتير. طب ايه رأيي في الموضوع ده؟ اولا، تقسيم برواز واحد حتى لو برواز حضنة وحتى لو تم وضع معاه ملكة عذراء، دي تقسيمة ضعيفة. تمام، فعلى الاقل لو انا حابب اعمل تقسيمة ونقدر نقول مثلا عاوز اعمل تقاصر لخلايا المنحل داخل المنحل عندي، يبقى على الاقل يكون التقسيمة كالتالي: برواز من العسل مغطى بالكثافة النحلية، وبرواز من الحضنة المغلقة مغطى بالكثافة النحلية، كده عدد البراويز 2، مع تنزيل لإما ملكة عذراء لإما بيت ملكي. ليه أنا حددت التقسيمة ديت؟ أولا يكون التقسيمة دي فيها برواز غذاء،
برواز غذائي اللي هو العسل. البرواز الاخر يكون حضنة مغلقة، لان انا محتاج الحضنة المغلقة دي تخرج، دي رقم 2. رقم 3 ان الملكة العذراء انا بحاول استغل الوقت لان التقسيمة ضعيفة. تمام. طب التقسيمة ديت لما الملكة تتلقح وتضع البيض، اقدر ان انا مثلا اقدم لها اي مساعدة؟ نعم، اقدر اقدم لها بعد كده برواز حضنة مغلقة لو متاح عندي. لو متاح عندي اقدم لها برواز حضنة مغلقة بعد تلقيح الملكة ووضع البيض، هتفرق في التقسيمة دي. تمام. انما اقل من التقسيمة دي يكون غلط، وفي الحالة دي اقل من التقسيمة دي مش هتكون تقسيمة، هتكون نوية تلقيح. في فرق، فيه فرق. طيب الله يبارك في الأصدقاء. واحد تاني بيتابعنا قال لي أخويا محمد أنا عاوز أعمل تقسيمة عادلة، تقسيمة نقدر نقول قادرة على التطور، تنصحني بإيه؟ أنصحك في البداية إنك أنت تعمل تقسيمة مكونة من 3 براويز. البرواز الأول يكون عبارة عن عسل، والبرواز الثاني يكون عبارة عن حضنة مغلقة، والبرواز الثالث يحدد حسب نقدر نقول الجاهزية أو تجهيز التقسيمات عندي. بمعنى إيه؟ لابد برضو نوضح بمعنى إيه. بمعنى أنا هخلي التقسيمة تربي بيوت ملكية، ولا أنا هنزل لها ملكة جاهزة؟ لو أنا هنزل للتقسيمة ملكة جاهزة أو هنزل للتقسيمة بيت ملكي، يبقى كده انا مش محتاج انزل اي يرقات او اي بيض او اي حضنة مفتوح. امال اكمل البرواز التالت ايه اخويا محمد؟ اكمل البرواز التالت 2 حضنة مغلقة مع 1 عسل مع ملكة عذرة او بيت ملكي. تمام. نتمنى الاخ يركز معانا. طيب انا اخويا محمد يعني ما عنديش ملكات، ما عنديش بيوت ملكية. تمام. هخلي التقسيمة هي اللي تربي بيوت ملكية. لا، هنا يختلف الوضع. يختلف الوضع ليه؟ لان هركز في الحالة ديت ان يكون عندي برواز فيه بيض وفيه يرقات اعمار مختلفة. تمام. مع البرواز الثاني يكون حضنة مغلقة، والبرواز رقم 3 يكون عسل. أصبح الفرق ما بين التقسيمتين هو وجود برواز يرقات أو بيض. تمام. لأن أنا طبعا برواز اليرقات أو برواز البيض ده أنا هكون محتاجه على أساس إن النحل يقوم بعملية تربية ملكات من البرواز ده. تمام. طيب أخويا محمد أنا عملت التقسيمة، تديني نصيحة؟ الخلية طبعا ليها تربي ملكات، أو التقسيمة اللي هتكون فيها حضنة مفتوحة وهتربي ملكات، تديني نصيحة للخلية دي؟ نعم، أعطيك نصيحة. بعد 4 أيام إنك أنت تتفقد التقسيمة أو تفحص التقسيمة. تمام. وأي بيت ملكي مغلق اهدمه، واترك البيوت الملكية المفتوحة فقط. تمام. ليه؟ لأن احنا بنترك البيوت الملكية المفتوحة اللي هي تم بناء ملكات فيها على يرقات صغيرة في السن. طيب تعطيني نصيحة تانية يا أخويا محمد؟ نعم، النصيحة اللي هي يتم تقديم تغذية سكرية للتقسيمة اللي بتربي بيوت ملكية حتى موعد إغلاق البيت الملكي، ومن ثم يتم قطع التغذية السكرية. أنا هعيد الجملة دي تاني لأن الكلام ده مهم. أعطي تغذية سكرية للتقسيمة اللي بتربي بيوت ملكية، أعطيها لحد متى؟ أعطيها طول فترة البيوت الملكية ما تكون مفتوحة، لحد ما يتم إغلاق البيت الملكي أتوقف عن التغذية السكرية. تمام. طب أخويا محمد أنا مقسم وحاطط عذراء ومقسم أو حاطط بيت ملكي، تعطيني نصيحة؟ نعم، أعطيك نصيحة عدم تقديم أي تغذية سكرية حتى تلقيح الملكة ووضع الملكة للبيض. أعيد الجملة تاني. نعم، لازم الكلام ده يتعاد، لأن للأسف بنقول الكلام ده والأصدقاء بتعمل خلاف الحديث ده، وبيحصل بجد أضرار. وهو في حالة إن أنا هقسم
على ملكة عذراء أو على بيت ملكي ممنوع تقديم تغذية سكرية، حتى دي أهم حاجة بقى، حتى تلقيح الملكة ووضع الملكة للبيض، بعد كده أقدر أقدم تغذية سكرية. طب ليه أنا تكلمت الكلام ده؟ يعني أنا بتأسف، ربما يكون النصائح اللي خاصة بشهر 4 هتكون كبيرة شوية، بس نتمنى الأخ يستمعها بالكامل لأن معلومات مهمة. ليه أنا تكلمت الكلام ده؟ لأن لما أنا هقدم تغذية في وجود عذرة، ممكن النحل يتكتل على العذرة ويقتلها، تمام؟ تاني حاجة، أنا هفتح الخلية باستمرار أقدم تغذية. الأمر الآخر، أنا عاوز أترك مجال وحرية للملكة تخرج للتلقيح. والأهم من ده كله إن أنا بشجع النحل اللي موجود داخل الخلية إن هو لا قدر الله يكذب ويحدث تكذيب وأمهات كاذبة، بالخصوص لو كانت الملكة العذراء مش مسيطرة سيطرة كاملة داخل الخلية، تمام؟ طيب، عشان ما نطولش في موضوع التقسيمات، لو أحد من الأصدقاء عنده سؤال تخص الموضوع ده أو أي كلام تكلمناه في التغذية، آسف، في التقسيمات أو التطريد، نتمنى طرحه. أنا أكون مشكور ليكم اللي يتم طرح أسئلة. الملف رقم 3، التغذية السكرية. ليه أنا تركت التغذية السكرية رقم 3؟ لأن ربما يكون ملف التغذية معظم الأصدقاء في جزء مهتم بيهم، مهتم بالتغذية، في جزء مش مهتم. ليه؟ لأن احنا معظمنا في مواسم عسل. اللي مهتم بالتغذية مين؟ اللي هيكون عنده موسم العسل لسه بعيد شوية، موسم العسل شهر 5 شهر 6. طيب، أنصح الأصدقاء اللي بتقدم تغذية سواء لتقسيمة لطرود لأي خلايا، التغذية السكرية في الفترة دي يكون إزاي؟ التغذية السكرية في حالة لو كانت درجات الحرارة ما بين 20 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية، تمام؟ في الحالة دي الأخ النحال يقدم مقدار التغذية 1 من السكر مقابل 1.5 من المية. من 20 إلى 30، 1 سكر 1.5 مية، تمام؟ طيب، واحد بيتابعني من منطقة الخليج، من السعودية، من سلطنة عمان، من البحرين، قال لي أخويا من اليمن، قال لي أخويا محمد أنا عندي درجة الحرارة 32 درجة مئوية. واحد آخر قال لي عندي درجة الحرارة 35 درجة مئوية. إيه الحل في الوضع ده؟ الحل إنك أنت تقدم 2 مية لـ1 سكر، 2 مية إلى 1 سكر. طيب، هل في بعض المواد دي نقدر نقدمها مع التغذية؟ في، بس لابد الحرص. ليه لابد الحرص؟ الليمون أو منقوع الشيح، تمام، أو بعض الأعشاب نقدر نقول اللي بتكون مفيدة للنحل، سواء منقوعة، سواء الأعشاب دي بيتم يعني منقوعة في المية أو مغلية، لابد إن الأخ النحال لما يجي يضيف المواد ديت للتغذية يتم تقديم التغذية قبل أذان المغرب عند غروب الشمس. ليه؟ منعا لحدوث سرقة. طيب، واحد بيقول له أخويا محمد أنا مش هقدر أقدم التغذية أذان المغرب، ممكن أقدمها الظهر أو العصر. نعم، بس في الحالة ديت يفضل تبتعد عن المواد ديت اللي هي الليمون، تبتعد عن منقوع الشيح. أمال أقدم إيه؟ قدم خل التفاح او اي انواع من الخل، قدمها مع التغذية السكرية تكون ممتازة، تمام. طبعا لابد ان الاخ النحال يراعي ما يوقعش اي محلول سكري في الخلية، يكون سريع في تقديم التغذية منعا لحدوث اي سرقة ما بين الخلايا، تمام. طيب، الله يبارك في الاصدقاء. انا هتكلم في الاشارة اللي بعد كده أو النصيحة اللي بعد كده في الأساس الشمعي. الأساس الشمعي بالنسبة للتوقيت اللي احنا فيه مع انطلاقة النحل في الربيع، مهم جدا للأصدقاء النحالين إن هو يستغله. طيب، أستغله إزاي؟ أولا، ممكن يكون معظمنا عنده براويز قديمة أو شمع أسمر داخل الخلايا،
ابتدي الاخ النحال ابتدي يطلع بعض البراويز السمراء دي، بعض البراويز القديمة، وابتدي نزل بعض الاساسات الشمعية. الامر الاخر، الاخ النحال لابد ان هو يخلي النحل يكون منشغل، ده مهم الكلام ده جدا، لابد يكون النحل منشغل في عملية البناء للاساس الشمعي، لان دوت بيقلل من التطريد. تمام. طيب الله يبارك في الاصدقاء، نصيحتي طبعا اللي بيكون في موسم عسل، اصدقائنا اللي في موسم الحمضيات او الموالح، على قد ما يقدر لو عرف ما ينزلش اساسات من الشمع في الموسم العسل يكون افضل. ليه؟ لان ده كله بيأثر على انتاجية العسل. تمام. طيب اللي بيجيش نحل طبعا، لابد بس الاشارة لحاجة، طبعا معنى ان الاخ ما ينزلش اساس من الشمع في موسم العسل، يبقى طبعا لابد يكون عنده بديل، البديل اللي هو براويز مبنية. تمام. طبعا اللي مضطر لازم ينزل اساس عشان النحل بيبني الزوائد، خلاص ده امر اخر. تمام. طيب الاصدقاء اللي بتجيش نحل واللي رفع عاسلة واللي ما شاء الله طبق التربية نقدر نقول مكتظ بالكثافة النحلية، استغل الفرصة نزل اساس شمعي، انزله فين؟ ده سؤال ربما بيتم طرحه. انزل الاساس الشمعي رقم 2، اي ما بين العسل وما بين الحضنة، او ممكن الاخ ينحال ينزله رقم 3، ما بين الحضنة المفتوحة وما بين الحضنة المغلقة. تمام. بعد ما يقوم النحال بالعمل دوت، خلينا نقول ان النحال نزله اليوم الاربع. تمام. نزلت الاساس الشمعي اليوم، اجي زيارة للمنحل يوم الجمعة يعني بعد 48 ساعة، وافتح الخلية اشوف النحل عمل ايه في الاساس الشمعي. ما شاء الله تبارك الله، النحل قام بعملية بناء الاساس بنسبة نقدر نقول 98%، 95% النحل بنى الاساس. ابتدي اعمل ايه في الحالة دي؟ ابتدي اشيل البرواز الاساس من المكان بتاعه اللي هو رقم 2 او رقم 3، وابتدي ارحله الى منتصف عش الحضنة. ليه؟ عشان اسرع من وتيرة عمل الملكة على البرواز ده. تمام. طب الكثافة النحلية اللي عندي ممتازة وعندها القابلية، تمام، او الخلية عندها الاستعداد تتقبل برواز اساس اخر، ضيف برواز اساس اخر. تمام. يكون فين؟ يكون في الموضع السابق اللي هو رقم 2 او رقم 3، مع الدعم بكمية من التغذية السكرية على اساس تساعد النحل في عملية البناء. تمام. طيب الله يبارك في الاصدقاء، نقطة لابد الاشارة ليها، للأسف بعض المحلات اللي خاصة ببيع مستلزمات النحل وبعض المصانع اللي خاصة ببيع مستلزمات النحل أو بالشمع بالتحديد في بلداننا العربية وحتى خارج بلداننا العربية كذلك، الضمير عندها نقدر نقول للأسف ميت. أنا بقول البعض وليس الكل. طب ده بينتج عنه إيه؟ بينتج عنه إن أنا بشتري أساسات شمعية، النحل بيترك الأساس الشمعي ويقوم بعملية بناء شمع حر بجوار الأساس اللي أنا منزله، بسبب إن الشمع اللي أنا منزله سيء جودة رديئة. تمام. بالمناسبة الموضوع بتاع شمع الأساس ده، أنا هنزل فيديو يتكلم عن الموضوع ده، فنتمنى الأصدقاء يتابعوه. طبعا أنا عملت الفيديو داخل المنزل لتسليك بعض البراويز الأساس، فنتمنى الأصدقاء يتابعوا الفيديو. طيب أتكلم في نقطة برضو، وهي نويات التلقيح. تمام. نوية التلقيح في الفترة اللي احنا فيها ديت شهر 4، لابد نستغلها الصراحة، يعني لأن احنا لو ما استغلناش نعمل نويات تلقيح دلوقتي، هنستغلها إمتى؟ هنستغلها في الصيف، في فصل الصيف، هنستغلها في فصل الشتاء. أصبح إن أفضل تلقيح للملكات هو التوقيت الحالي. تمام. الأخ النحال، أنصحك نصيحة لوجه الله تعالى، على الأقل يا أخي يكون كل 50 خلية، كل 50 خلية عندك في منحلك
موجود عندك 5 نويات تلقيح، تمام؟ نويات التلقيح دي هتستفيد منها في المنحل بتاعك. ما ننساش امر مهم، لما نيجي نقوم بعملية فرز العسل في ملكات بتموت مننا بدون قصد، بتموت، في ملكات بتسقط خارج الخلية، تمام؟ فأنا أترك خلية نقدر نقول تربي لسه ملكة وتجلس 10 15 يوم والملكة تخرج بعد كده تتلقح، ده كله هيأثر على الخلية اللي تكون ما شاء الله 10 برواز أو تكون 15 برواز أو تكون 20 برواز، هتأثر عليها، صح ولا لأ؟ فبالتالي الأخ النحال يحاول يهتم بموضوع نويات التلقيح، لأن مهمة جدا نستغلها في التوقيت الحالي، تمام؟ طبعا معنى إن أنا أقول 5 نويات بالنسبة ل50 خلية، أنا أتكلم للاستخدام بتاع المنحل، إنما الأخ اللي بيشتغل غرض تجاري، تمام، ومبيعة، ده أكيد أمر آخر، ده ممكن يعمل 50 100 نوية، ده أمر آخر، تمام. طيب النقطة اللي بعد كده ولابد الإشارة ليها، وهي رفع طابق تاني أو عاسلة. أفضل توقيت أقدر أعمل توسع رأسي أو أرفع عاسلات هو التوقيت اللي احنا فيه حاليا، في نشاط للنحل، في تقدم. ذكرنا في بداية الفيديو إن فيه تطريد، وعشان أمنع التطريد ده أرفع توسع، تمام. طيب أخ مبتدئ بيتابع معايا قال لي يا أخويا محمد، أنا عندي خلية تتكون من 9 براويز فيها 4 أو 5 براويز من الحضن المغلقة، عاوز أرفع عاسلة، إيه رأيك؟ أقول له توكل على بركة الله تعالى. ليه؟ لأن الشروط اللي هو تكلم عليها دي شروط أساسية لرفع النحال للعاسلة. عندك خلية فيها كثافة نحلية تتكون من 9 براويز أو تتكون من 10 براويز، عندي حضنة مغلقة داخل الخلية دي يعادل 4 براويز أو 5 براويز من الحضنة أو 6 براويز من الحضنة، مباشرة النحال يرفع عاسلة، تمام؟ لأن ده أمر ممتاز جدا. أرفع عاسلة إزاي يا أخويا محمد؟ أنا راجل مبتدئ، أرفع عاسلة إزاي؟ أولا إحنا نشرين أكتر من فيديو على القناة، سواء فيديوهات من المنحل أو فيديوهات نصائح بنتكلم بالتفصيل، ولكن هنقول بصورة مختصرة، أرفع في العاسلة 3 براويز من الحضن المغلق، تمام، وأنزل 3 براويز من شمع الأساس في طابق التربية، وأوزع براويز شمع الأساس دي ما تكونش جنب بعض، لا، أوزع برواز رقم 2، أوزع برواز رقم 4، أوزع برواز رقم 6، تمام، وأرفع 3 براويز من الحضنة المغلقة في العاسلة، تمام، وممكن أضع برواز يكون ساتر جنب آخر برواز حضنة مغلقة، ساتر من أجل عملية التدفئة. طيب أنا قمت برفع العاسلة أخويا محمد، أقدم تغذية؟ لو أنت بتجيش نحل ولسه موسم العسل ما جاش، نعم، قدم تغذية على أساس تخلي النحل يكون سريع في عملية بناء الأساسات اللي في طابق التربية، تمام؟ أتمنى يكون الصورة دي واصلة. طيب أنا رفعت العاسلة دي أخويا محمد اليوم، رفعتها النهاردة الأربع، رفعت العاسلة، أعمل إيه تاني؟ أروح زيارة للمنحل بعد 48 ساعة، يعني نقدر نقول يوم الجمعة القادمة اللي هي بعد بكرة، أروح للمنحل وأشيل العاسلة وأبتدي أتفقد وأفحص خلية التربية، أشوف الأساسات اللي في طابق التربية النحل عمل فيها إيه. ما شاء الله النحل بنى الأساس، سواء بنى برواز أو 2 أو 3، ده أمر يكون مبشر، تمام. طيب أهو يا محمد أنا لقيت بيت ملكي في العاسلة يوم الجمعة، يعني بعد 48 ساعة لما رفعت العاسلة لقيت بيت ملكي في العاسلة، أعمل إيه في البيت ملكي ده؟ أهدمه؟ أقول لك قبل ما تهدمه تأكد من وجود الملكة أولا في الخلية، من ثم اهدم البيت الملكي. طب أخويا محمد أنا بفحص طابق التربية لقيت فيه بيت ملكي أو 2 أو 3، قبل ما تهدمهم
تأكد من وجود الملكة. تمام، نتمنى يكون الكلام ده وصل للأخ النحال بعين الاعتبار. طالما تكلمنا على عاسلة لازم نتكلم على الحاجز الملكي. طيب الحاجز الملكي أخويا محمد نركبه متى؟ الحاجز الملكي الأخ النحال يركبه مع موسم العسل، لا موسم الثمرة، موسم الحمضيات أو الموالح، موسم الإكليل، موسم البرسيم، أي موسم عسل النحل ابتدى يجيب من الموسم ومن الأزهار رحيق أبتدي أركب الحاجز الملكي. سواء الحاجز الملكي دوت ما بين طابق التربية وما بين العاسلة، أو حاجز الملكي اللي بيتم تركيبه في الخلايا اللي هي بتكون 7 براويز وعشر براويز وتسع براويز. طبعا الحاجز الملكي اللي هو بيتم تركيبه في خلايا نقدر نقول قوامها، قوام الخلية لا يزيد عن 10 براويز، بيكون حاجز ملكي عبارة عن بروازين. بضع برواز من الحضنة المغلقة مع الملكة مع برواز مبني، برواز مبني بحطهم داخل الحاجز الملكي، وبحط الحاجز الملكي في الخلية، وبترك النحل يقوم بعملية تخزين العسل في باقي البراويز. باقي البراويز تقريبا بيكون عندي 5 براويز في الخلية، عندي 6 براويز في الخلية، بسيب النحل يجمع لي عسل في البراويز دي. تمام، أركب الحاجز الملكي متى؟ هل مع بداية الموسم ولا منتصف الموسم؟ يفضل بعد بداية الموسم ب10 أيام أبتدي أركب الحاجز الملكي. تمام، طيب أخويا محمد أنا خلصت الموسم وهفرز العسل اليوم، اليوم هقوم بفرز العسل، أشيل الحاجز الملكي؟ نعم شيله خلاص، وظيفة الحاجز الملكي انتهت عند القيام بعملية فرز العسل، خلاص وظيفة الحاجز انتهت. تمام، نتمنى من الأصدقاء اللي بيتابعنا سواء في البلدان العربية أو بلدان أوروبية ننتبه للنصائح دي. كل أخ نحال يأخذ النصائح اللي تكون مناسبة ليه، اللي مش مناسب ليك ما تاخدوش. أمر مش واضح مشكور، أنا بقولك اسألني سؤال أنا هوضح لك. سؤالك لو يحتاج ان انا اعمل لك فيديو شرح بالتفصيل ابشر، ابشر والله العظيم بالخير، لان هدفنا ان الاخ النحال يستفيد. تمام، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يكون ربنا سبحانه وتعالى وفقنا في بعض النصائح اللي احنا تكلمنا فيها دي من اجل خدمة بعض الاصدقاء النحالين المبتدئين بالخصوص، وان كان في خطأ نتمنى التصحيح فمن نفسه ومن الشيطان. ورمضان مبارك على جميع الأصدقاء في جميع البلدان العربية والإسلامية، اللهم آمين يا رب العالمين، ومشكورين شكرا جزيلا.